فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كم مقدار الانحراف المعفو عنه في الاتجاه إلى القبلة؟ كم مقدار الانحراف المعفو عنه في الاتجاه إلى القبلة؟ إذا صارت القبلة إلى ظهره أو إلى جنبه هذه لا تصح الصلاة، ما إذا كانت القبلة أمامه ولو كان منحرفا عنها يسيرا ولم يستدبرها ولم تكن إلى جنبه فصلاته صحيحة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم.